كلير، تفتكري مروان شافني وانا بتدهول كده؟ ما تقلقيش، مروان في المطبع. الحمد لله. بس شيلي من دماغك بقى يا أميرة، مروان مش هيعبرك. على فكرة هو بالنسبة لي مجرد زميل. يا فوزي هات لي النسكافيه في المج بتاعي. مروان صباح الخير يا أستاذة أميرة. في إيه يا أستاذ زيتون؟ ليمون، سراج الدين ليمون. ألبس لك إيه تاني عشان تفتكريني؟ في حد يدخل على حد كده يا أستاذ ليمون؟ إشمعنى أنت؟ إشمعنى أنا إيه؟ دخلت فجأة من غير استئذان. دخلت فين؟ دخلت المطبخ. دخلت صفحة الطبخ والسفرة. أنا جاي لك عشان تنشري لي الغسيل، تنشري لي الطبخة الجديدة بتاعت الكوسة والبشاميل في العدد الجديد أصلا. لا والله مش فاضي يا أستاذ ليمون، ورا الغسيل بتاع أستاذة كنزي لازم أنشره لها، لما أخلصه أبقى أبعت لي إيميل وأنا أنشره لك. لا لو سمحتي، أنا عايزك أنت اللي تعمليه، أنا بحب خطك أوي. خطي إيه يا فندم؟ ده كمبيوتر. ما أنا بتفائل بكمبيوترك أوي. أنت عندك حساب على انستغرام؟ لا عندي حساب على كوكي. ده راحت فين؟ اهلا يا ابني مروان. يا ابني انا عايز اقول لك ان جريدتنا دي اشبه بفريق الكره، حارس مرمى، خط الدفاع، خط الوسط، ورأس الحربة المتميز. والله يا فندم دي شهادة أنا أعتز بيها جدا. أنا بتكلم عن نفسي. بس لو حضرتك رأس الحربة، مين هيبقى المدير الفني حاصد البطولات؟ وعشان دماغك ولسانك اللي بينقط شهد ده، أنا استدعيتك. أمرني يا فندم. أنت عارف إن الأستاذ ضيائي اللي ماسك صفحة الفن خلاص كبر، راحت عليه. عشان كده أنا كمدير فني هنزلك يعني تمسك صفحة الفن بداله. صفحة الفن؟ ده كتير قوي عليا. مش كتير عليك، ده بس عشان انا تلميذ سعادتك. بس ليا طلب عندك. تحت امرك. لو جالك تحقيق صحفي مع سما المصري او عيشة الكيلاني بعد نيولوك، اوعى تنسى اخوك. ابدا يا فندم، ده انا هجيب حضرتك تغطي مقالتهم بنفسك. اغطي مقالتهم؟ انا اغطيهم برموش عينيها.